حلقة أولى كان ليها عنوان كان موجود على الصفحة الرسمية الخاصة بأون تايم سبورتس وكل وسائل التواصل الاجتماعي، هو رحلة البحث عن الطفل المفقود. ده كان عنوان حلقة النهاردة. والحقيقة إنه العنوان ده بعد شوية هيبدأ يوضح معنا أكتر، ورايحين فين وجايبين مين وبنعمل إيه، لكن في الأول عايز أحط بنش مارك يبدأ من عند المنتخب الأسباني. قدم المنتخب الأسباني في يورو 2024 لقطة ومجموعة من التحف الفنية الخاصة بجودة كرة القدم، وبأنه إزاي تقدر تعمل منتخب بيقدم نوع كرة القدم ده، وكيف تختار مدير فني يقدر يدير كل هذه المجموعة، وبالتالي تقدر تاخد النموذج ده وتطبقه عليك في شقين مهمين جدا. شق مرحلة الشباب، وده الجزء الأول في حلقتنا، اللي اعتمد على أنه إسبانيا دي توجت بلقب اليورو مجموعة من الشباب، في شباب وفي أطفال. لكن الشباب اللي قدامك على الشاشة الله يظهره معاك، سواء كان بادري أو سواء كان واحد زي نيكو ويليامز، واحد من أهم نجوم البطولة، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، الناس دي هي اللي ادت تقل للمنتخب الأسباني. وصراحة علشان نقدر نحط الكلام في نصابه، فلما حاولنا نرجع بذكرياتنا مع المنتخب المصري عن أنه الحالة اللي قدامك على الشاشة دي إمتى حصلت معانا، بلاش يا أخي المنتخب، امتى فريق كبير قرر ان هو يخش غمار هذه المعركة، وانه ازاي نادي كبير حتى يتوج ببطولة كبيرة وهو بيستعين باسماء شبه الاسماء دي، اول حاجة جت للاذهان هي قصة حسام غالي. قصة حسام غالي مع الكورة ومع الاهلي لسوبر ستار تم تكوينه في مراحل الناشئين، اصبح لعيب كبير وهو في سن 19 او 20 سنة. حسام غالي وهو عنده 20 سنة بيعمل اسيست في مباراة ريال مدريد. حسام غالي وهو عنده 21 سنة بيحط كوبري في جوارديولا في مباراة روما. وما بينهما فوز الأهلي بالشامبيونز ليج في 2001 بعد الفوز على سان داونز 3-0. ثلاث أحداث في حياة لاعب كرة قدم في النادي الأهلي. بدأ الرحلة وهو صغير في السن، ومن ثم بدأت الأحداث الكبرى تظهر على طول في حياته. فلما وصلنا للبيك بقى اللي قدامك على الشاشة، حسام غالي بشرط القيادة بكل أنواع القتالية الموجودة عند لعيب اتكون في الصغر، فلما جت مرحلة البطولات سواء مع الأهلي وانت 20 سنة، سواء مع المنتخب المصري في كأس الأمم، وما بينهما جانب إبداعي عظيم اعتمد على التكوين. ده كان حسام غالي، ودي كانت سر قوة حسام غالي اللي نشأ وكبر وعمل كل إسهاماته مع الأهلي أو مع المنتخب بداية من مرحلة سنية صغيرة جدا، فأصبح هو الهرم.